الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى، وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، ما بعد، فقد انتهينا في المجلس السابق بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف أن أهل الضلال يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يمثلون الله بخلقه، طبعا يقولون مشبهة، ويقصدون بذلك أن أهل السنة مخالفون لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى إن ثمامة بن أشرس اتهم أنبياء الله بذلك، اتهم موسى وعيسى ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن جلهم يدخل عامة أئمة أهل السنة من الكبار مثل الإمام مالك وسفيان وجماعة من الأئمة، كل هؤلاء يقولون أنهم مشبهة. ولا شك أن ما حصل للإمام أحمد كان بسبب فتنة المعتزلة، وهم عندهم جرأة كبيرة جدا في مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة الحق. قال: وصنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة، تنزيه أئمة الشريعة. هذا سقط، وهذه من عيوب هذه الطبعة، يعني بعد النظر في الطبعة الحقيقة وجدت أن فيها عيوبا كثيرة. تنزيه أئمة الشريعة، ولا تنزيه الشريعة الألقاب الشنيعة، إيش علاقة هذا؟ هي تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألفاظ، من معاني هذه الألقاب، وذكر أن يعني ذكر فيه يعني سلامة أئمة السلف من مدلول الألفاظ التي لقبوا. طبعا الألقاب ليست كالكنى، الألقاب في الغالب تكون يعني على وجه فيه نوع من الإساءة ونوع من الحط من الشخص، بخلاف الكنية فإن الغالب عليها أنها، وربما تكون كذلك الكنية فيها الحط إذا كانت بمعنى اللقب. أحيانا الكنى تكون بمعنى الألقاب وتكون كذلك. فذكر، قال: وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. فكل صنف من المبتدعة يرون أهل السنة، طبعا هذا الصنف المبتدعة يكون قد أخذ جانبا متطرفا عن الحق، فيدعي أن أهل السنة هم في الطرف الآخر، فيلقبهم بما يليق بالطرف المقابل وليس بالطرف الذي عليه أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالروافض تسميهم نواصب. طيب، نأخذ واحدة واحدة. الروافض تسمي أهل السنة نواصب، لماذا؟ لأن الروافض تعتقد أن كل من والى أبا بكر وعمر فقد ناصب عليا العداء. لما؟ لأنهم يزعمون أن أبا بكر كان عدوا لعلي، وأن أبا بكر غصب الخلافة من علي إلى آخره، فمن والى أبا بكر وعمر فقد ناصب عليا. والأمر ليس كذلك، بل ما بين أبي بكر وعمر من الأخوة والمحبة والولاء أعظم مما بين القوم وبين علي، وبالتالي فالعكس هو الصحيح. من ناصب أبا بكر وعليا، بل من ناصب أبا بكر وعمر العداء فقد ناصب عليا العداء، هذا هو الصواب. نعم. طبعا قال: وعندهم قاعدة: لا ولا إلا ببراء. يعني بالتالي أنت لابد من أن تتبرأ من أئمة
الهدى ومن الخلفاء الراشدين حتى تكون موافقا لهواهم الذي يزعمون أنه ولاء لأهل البيت. نعم. قال: والقدرية، والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية الذين أصلوا للقدر المعتزلة، وكذلك تبعهم على ذلك جمع منهم الكثير من الروافض من القدرية، وهذا اللقب الأصل أنه يطلق على نفاة القدر. يسمون أهل السنة بالجبرية، لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله. هذا أشكل عليهم، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن، طبعا هذا الكلام مبناه على الفلسفة، لأن عند الفلاسفة أنه لا يكون أثر لمؤثرين، بل لا بد لكل أثر لمؤثر واحد فقط. فيقولون إذا كان الفاعل هذا الفعل الله عز وجل خلقه وهذا العبد فعله، فقد أثبتنا فاعلين لأثر واحد. هذا كلام فلسفة، ليس رجوعا إلى الكتاب ولا السنة ولا إلى سبب من أسباب الهدى. والحقيقة أن الله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أحسن الله عليكم، هي مجبرة أم مجبرة؟ مجبرة. مجبرة. نعم. قال: والمرجئة يسمونهم شكاكا. يعني يسمونهم شكاك، يسمون أهل السنة بالشكاك. أهل السنة يقولون بأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله، فإما قال ذلك على وجه الوجوب عند بعضهم، أو على وجه الاستحباب عند بعض آخر، من باب أن الإنسان ليس كامل الإيمان، الإيمان الذي يوجب للإنسان دخول الجنة. الإنسان موعود بالإيمان إذا كان موعود بدخول الجنة إذا كان كامل الإيمان، أو كامل الإيمان الواجب. وبالتالي فأنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما استثنيت من أجل العمل، يعني أجل كمال العمل، فهذا شيء مطلوب، لأنك ترفع عن نفسك التزكية، يعني ما تزكي نفسك. وبعضهم يوجب هذه الكلمة إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يقول إذا قلت أنا مؤمن فقل أنا من أهل الجنة. وبالتالي فقالوا كل أهل السنة شكاك، يعني يشكون في إيمانهم. لماذا؟ لأنهم عندهم الإيمان، يعني عند المرجئة الإيمان إيش؟ التصديق. فأنت لا تقول أنا أصدق بالله إن شاء الله، وإنما تقول أصدق بالله إيش؟ جزما. لكن الإيمان عندنا ليس الإيمان عندهم. الإيمان عندنا يدخل فيه التصديق الذي هو الأصل، والتصديق لكل ما زاد على الأصل، والتصديق بالعمل والتصديق بالقول، كل ذلك من الإيمان. نعم. قال: والجهمية تسميهم مشبهة. الجهمية يدخل في ذلك كل من نفى الصفات، النفاة يعني. لكن الذين يسمون أهل السنة بالمشبهة هم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، كذلك المعتزلة، وغلاة الأشاعرة، وغلاة الماتريدية. كل هؤلاء يسمون أهل السنة بالمشبه، يعني يسمون من أثبت لله الصفة مشبهة. ولكن في نفس الوقت أيضا غلاة الجهمية يسمون كثيرا من الأشاعرة مشبهة، وبالتالي هذا اللفظ صار نسبيا. ونحن نسمي مثل هشام بن حكم الرافضي أيضا مشبها، وأول من قال بعقيدة التشبيه أو التمثيل هو هشام بن حكم الرافضي. وقيل في غيره، لكن ليس هنالك عقيدة مستقرة في التشبيه لها قواعدها وكذا مثل بقية الفرق. ما في فرقة تدعى بالفرقة المشبهة أو الممثلة، وإنما هذا كان يوجد. حتى هشام بن حكم الرافضي كان رافضيا، ولكن انتهت عقيدة الرافضة إلى ما انتهت إليها عقيدة المعتزلة بالنسبة للأسماء والصفات. نعم. قال: وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرى إلى أمثال ذلك. يعني يقول أهل الكلام، أهل الكلام تشمل المعتزلة، وتشمل الأشاعرة، تشمل الماتريدية، تشمل كثيرا من هؤلاء. وأهل الكلام يعني سموا أهل الأصل في الكلام الفلسفة، لكن لما صارت كتب الفلسفة تنتشر بين المسلمين، صار هناك أناس من الناس انبروا للرد على الفلاسفة من خلال تعلم كتب الفلسفة، فأفسدوا أكثر مما أصلحوا. وهؤلاء لهم قواعد، أخذوا بقواعد المعتزلة، أخذوا قواعد الفلاسفة وردوا عليهم من خلال بعض قواعدهم،
لكنهم اضطروا إلى أن يأخذوا ببعض ما كانوا عليه من العقائد، وهذا يردون به الكتاب والسنة. هذه المقدمات التي أخذوا بها يردون بها الكتاب والسنة. يسمون أهل السنة حشوية. حشوية يعني الحشو هو ما لا فائدة منه، شيء زائد الفضلة. فهؤلاء فضلة إما في علومهم وإما أنهم في بلاد المسلمين لا فائدة منهم. ونوابت، نوابت مثل البقل لما يكون النبات النافع ينبت إلى جانبه نبت صغير لا نفع فيه وإنما يأكل من منفعة النبت الكبير، فهذا هؤلاء نوابت يعني يعيشون كالفضلات على أو كالفيليات. نعم. قال وغثاء، غثاء هو ما يحمله السيل، كل ما يحمله السيل ثم يلقيه على جوانب السيل من الأوساخ والفضلات وغير ذلك، فهم عندهم غثاء. وجاء في الحديث في آخر الزمان غثاء كغثاء السيل، يعني أن هؤلاء هم من الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، وحاشا طبعا أن يكونوا هم، بل على العكس الغثاء هم الذين لا منفعة منهم وقلوبهم خواء من الرغبة في الآخرة ومليئة بالرغبة في الدنيا، وهذا على العكس تماما ما عليه أهل السنة والجماعة. قال وغثرا أو وغثرا يعني أغمار صغار جهال يعني موصوفون بالجهل الشديد إلى آخره. قال إلى أمثال ذلك، يعني كثير من الأوصاف التي أطلقت هكذا عليهم، ولذلك لا تكاد تجد هؤلاء في كتبهم حتى في كتب العقائد. يعني تأتي إلى كتاب الإرشاد للجويني، وهذا قبل أن يكتب العقيدة النظامية، يتكلم يذكر من الطوائف الحشوية، وكذلك الشهرستاني يكتب الحشوية، كثير من كتب هؤلاء موجودة متوفرة ما زالوا يكتبون، يعني في مصنفاتهم يسمونهم، ليست قضية أن يصعد المنبر هؤلاء حشوية ويسبهم، لا، هذه عقائد يعتقد أن هؤلاء حشوية وهؤلاء مجسمة وهؤلاء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا. لا يضر أهل الحق، أهل الحق لا يضرهم ولو كان الذي يلقبهم هو من أكابر الناس رياسة في الدين أو في الدنيا، لو كان من أكثر الناس ذكاء ومن أكثر الناس تحقيقا ومن أهل الكلام ولا من أهل المنطق ولا غير ذلك، مهما كان هذا وكان له أثر في الناس منتشر ومشتهر وكذا، فهذا وكذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل رياسات هم الذين يتكلمون، أبو جهل وفلان كان أبو الحكم وكذا، كانت أسماء رنانة تتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأخذون هذه الكلمة ويطلقونها، قالوا صابع صار كل واحد يقول إيش صابع. كذلك في الأزمان بعد ذلك ما من سمى أئمة الإسلام مثل الإمام أحمد وأئمة الإسلام تكلموا فيهم، ومن جاء بعدهم ممن كانوا يسمون بالمحققين والأئمة والرؤساء وكذا مثل الرازي وغير هؤلاء كانوا يتكلمون، جويني يتكلمون على أئمة الإسلام، وإلى يومنا هذا نسمى حشوية ونسمى كذا، وهكذا كل مخالف يمكن أن نسمي مخالفه يصفه بما يصد الناس عنه ظلما وعدوانا، وله الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعني يأخذ لعباده الصالحين ما لهم من حق، ولكن هذا لا يضر أهل الحق، لا يضرهم طالما أن صاحب الحق يعني مستقيم على الحق ولم يتأثر بهذا واستمر وأعرض عن مثل هذه الأمور، فهذا يعني أنه يسير على الطريق الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالمخالف هو مخالف، يعني معروف أنه مخالف ليس معك، هو يشتغل، هو خصم، وبالتالي هذا لا يضر، ولا من خذلهم، حتى الذي ينبغي أنه يعني ينصره عندما يخالفه المخالف ويتوقع منه النصرة ويتوقع منه كذا، هذا خذلك ولم ينصرك بل تركك وسكت وأعرض ولم ينبري للرد ولم ينبري للدفاع، هذا أيضا لا يضر. لماذا؟ لأنك ما زلت قائما بهم. قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا يضر كذلك مهما كان كلامهم، يعني يسمع الكلام، هذا لا يعني أنهم لا يسمعون،
لا يعني أنهم لا ينتبهون، لا ينتبهون، ولكن كما قالت إحدى النساء قصة أم زرع، قالت زوجي فهد، زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذا ليس ضعفا، ولكنه لأنه لا يريد أن يكون مثل الضلال. وذلك شيخ الإسلام تيمية لم نسمع منه أنه تكلم في أولئك إلا بما هو يعني علمي وإلا بما هو موضوعي، لم يخرج عن مع أنهم سجنوه، مع أنهم كذا. وفي آخر هذه العقيدة يعني بعد ما يذكر أن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وبعد ذلك قال يعني إنسان يعني يرفق بهم إذا علم أنهم كذا. يعني تشعر بعدالة وإنصاف أهل السنة. فلكن هذا الكلام فقط هو عبارة عن جدل وعبارة عن صد عن الحق، ولكن لا يصد عن الحق إلا الضعيف، ضعيف العقل، ضعيف الهمة في طلب الخير. نعم. قال: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هنا هذا الذي يقع لأهل السنة هو علامة على وجود إرث صحيح عند هذا الإنسان وعند هذه الطائفة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كان يدعو للحق ويظهره وينصره ويبرزه ويمشي فيه ويعمل به ويستقيم عليه، كذلك أصابه بسبب هذا الحق ما ناله من الأذى من الكلام وغير ذلك. فعلامة الإرث الصحيح أنك إذا عملت بالذي جاء به ودعوت إليه ونصرته ومشيت به واستقمت عليه أن ينالك مثل ما أنال النبي، ما نال النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى والكلام والإساءة والظلم. فهذه علامة، وكلمة علامة لا تعني أنه دليل. يعني يمكن إنسان أن يتهم وليس ببريء، لكن الاستقامة على الحق مع هذا النقد هذه علامة الإرث الصحيح. قال: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا. اعتقادا يعني القول بالحق، واقتصادا يعني قصد الطريق بالاستقامة على العمل، وهذا نوع من اللف والنشر. ذا قال لك اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، قول مناسب للاعتقاد والعمل مناسب للاقتصاد. نعم. قال رحمه الله: فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي. يعني يقول المنحرفون عن أي شيء، الآن ذكرنا الذين أخذوا بالإرث الصحيح وهم الذين اتبعوا سنته قولا وعملا اعتقادا واقتصادا. أما من انحرف عن سنته فإنهم يسمونهم بهذه الأسماء، وأحيانا وهم يسمون هذه الأسماء يعتقدون صدقها. يعني يقول هذا الذي يقول هذا الكلام هذا الحشوي وهذا مجسم وهو مخالف في نظره للسلف، لأنه يعتقد أن السلف ينفون هذه المعاني، وإن سكتوا ولم ينبهوا أو لم يبينوا ما المقصود من النصوص في نظرهم، لكنهم لم يثبتوا هذه المعاني بزعمهم. أما من جاء وأثبت هذه النصوص أو أثبت معاني هذه النصوص فهو حشوي وهو مجسم، هذا قد يعتقد صدق الذي يقول بناء على عقيدته الفاسدة. يقول هنا رحمه الله تعالى: فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس في المحيا والممات باطن وظاهر. هذا الإنسان قد يموت، ابن تيمية مات ولكنه استمر الناس في ماذا؟ في الكلام عليه وفي أيذائه وهذا الحشو وهذا. لماذا؟ لأن النقمة الشديدة في قلوب القوم والغيظ والحقد على ما فعله بماذا؟ بالمنهج الذي تبدد وانتهى وصار يعني نسيا منسيا إلا عند يعني أغمار من الناس ليس لهم قيمة بين الناس. لا شك أنهم سيحقدون عليه ويتكلمون عليه، وبعض الناس قد يكون عنده ظن بأنه صادق فيما قال. لكن الذين وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام
نوعان، نوع وافقه موافقة صحيحة تامة، ونوع أظهر الموافقة إما لعجزه عن العلم بالموافقة وإما نفاقا. يعني ليس كل من أظهر الموافقة فهو موافق، هناك من يظهر الموافقة لكنه في الحقيقة يدس السم في كلامه حتى يعني يضل الناس. أقسام الذين يوافقون وليسوا مصيبين في الموافقة ثلاثة. يقول: أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، وهؤلاء أخف الأصناف ضررا، لأن هؤلاء حاولوا الموافقة لكنهم لم يوفقوا إليها، ولكنهم ما ظهر منهم يعني أبان عن الضرر الذي جاءوا به. والذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، هؤلاء أسوأ من الأولين. لماذا؟ لأن ليس في الباطن شيء طيب، ما استطاعوا أن يصلوا إلى الصواب حتى في ماذا؟ في بواطنهم وفي عقائدهم وكذا. قال: أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، هؤلاء لم يستطيعوا أن يصيبوا وإن حرصوا على ذلك. وربما يمكن أن يقول الإنسان من هؤلاء مثلا يعني من نحى منح الكلام وأخذ بعلم الكلام أو بالكلام وليس علما، أخذ بصناعة الكلام ولكن وحاول أن يوفق بينه وبين منهج السلف، فما يستطع، حاول بحسب الإمكان لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا. فهذا النوع من الناس يعذر بجهالته ولكنه مأجور على يعني حرصه أن عمل بقدر الإمكان أن يصاب، أن يصيب الحق وأن يوافق الحق ظاهرا وباطنا. لكن هذه الأصناف الثلاثة ظاهر أنهم ليسوا موافقين. قال: لابد للمنحرفين عن سنته، يعني سواء كان زادوا في انحرافهم أو نقصوا في انحرافهم في باطنهم أو ظاهرهم، لابد للمنحرفين عن سنته. وهذا دليل على أن الضمير في قوله السابق كما أن المنحرفين عنه الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسنته أيضا السنة هنا عائدة إليه عليه الصلاة والسلام. أن يعتقدوا فيهم، هذا أيضا من الاختيارات الخطأ في هذا الموضع، فيها هي فيهم وهي أجود، أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، يعني كما تقدم كقول الرافضي لمن لم يبغض أبا بكر فقد أبغض عليا، يعني مقصود الكلام من أبغض عليا يحب أبا بكر الصديق، من أبغض أبا بكر الصديق، هذه إيش عندهم؟ هذا أمر متلازم لا يمكن إلا القول به، لا ولا إلا ببراءة. نعم. قال رحمه الله: كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. يعني كما ترون هؤلاء اعتقد عقيدة وتطرف في هذه العقيدة، يعني اعتقد أنه يعني أن الإنسان يخلق أفعاله، يعني جميع القدرية يتفقون على أن الإنسان هو خالق أفعاله وإن لم يصرح بعضهم بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ليس هو الخالق لأفعال العباد. فإذا قلت أنت إن الله هو الذي خلق فعلي، لم يمكنهم أن يقولوا بالقول الصحيح وهو أن العبد إنما يفعل بقدرة ومشيئة. فإذا كانت قدرته تامة على هذا الفعل ومشيئته جازمة لهذا الفعل حصل الفعل منه. من الذي خلق قدرة هذا الإنسان؟ الله. الإنسان ما خلق قدرة نفسه. من الذي مكن هذا الإنسان من الاختيار والقدرة على الإرادة التي يريد؟ الله. هل الإنسان خلق في نفسه الإرادة؟ ما خلق في نفسه الإرادة. بالتالي يعني دليل على ذلك أن عندك الطفل الصغير، الطفل الصغير ما عنده إرادة جازمة وما عنده قدرة
تامة. كذلك الكثير من البهائم كيف يختار؟ يتحرك بالغريزة، يتحرك بكذا. لو كان أنا لو كنت أستطيع أن أخلق لنفسي إرادة كنت أخلق لغيري، ها؟ لو كان يمكنني تكميل نفسي في شيء ينقصني، أنا ناقص وأحتاج إلى تكميله بخلقي، لكنت بعد كمال لنفسي يمكنني أن أوجد الشيء لغيري، وهذا ممتنع. لا يمكن لإنسان أن يخلق إرادة في غيره. طيب، فكيف يكون الإنسان خالقا لفعله مع أنه لا يمكنه أن يفعل إلا بقدرة ومشيئة بخلق الله؟ لا يمكن هذا. لكنهم قالوا لا يوجد أثر بمؤثرين، بل المؤثر واحد. نقول لهم هناك مؤثر، وهذا من باب خبر يعني عن الله عز وجل، هو الذي خلق أصل هذا التأثير الثاني، ومؤثر ثاني تبع المؤثر الأول. واضح؟ بمعنى أن مشيئة العباد تابع لمشيئة الله. لو شاء ما شاءوا، لو شاء هو ما شاء، ونحن نوافق على هذا الكلام. لو أنه سبحانه وتعالى ما شاء لهم أن يشاءوا هذا الشيء ما شاءوا، لكنه لما شاء لهم أن يكونوا مختارين. وهذا الأمر يعني معلوم بالفطرة وبالعقل وبالحس، بالحس أمامكم. لو أنني أردت أن أرفع هذا الكأس لرفعته بإذن الله. كلمة بإذن الله هذه يعني أن مشيئته تسبق مشيئتي، رفعت الكأس. ما الذي أدراني أني سأرفعه لولا علمي بقدرة نفسي وإرادتي لذلك الفعل، مع إقراري أن الله لو لم يشأ ذلك ما كان. والثاني قال الجهمي يقول: من قال أن الله فوق العرش، يعني هذا مثال، فقد زعم أن الله سبحانه وتعالى جسم، لأن العرش محصور، وأن الله مثل خلقه، شبه الله بخلقه إذا قال بهذا، لأنه إذا كان في العرش محصور، والمحصور جسم، والجسم مركب، والمركب والأجسام متماثلة لآخرين. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الكلام الذي هو من يعني من أعظم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. يعني هذا كلام، يعني كلام الفلاسفة، ولاحظ أنهم يقولون بكلام الفلاسفة وينقلونه يردون به النصوص. هب أن الفلاسفة يخطئون والنصوص لم تخطئ، فأين هم عند الله؟ طبعا عند أهل السنة والجماعة يخطئون الفلاسفة ويتهمون العقل ولا يتهمون النص، وهذا الفرق أعظم الفروق بين أهل السنة وبين الضلال في مسألة الاحتجاج. أما قضية يعني كيف وصلوا إلى هذه النتيجة، الأشياء تنقسم إلى عرض وجوهر عند الفلاسفة، إلى عرض وإلى جوهر، أو أنها تنقسم إلى أعراض تقوم بغيرها وإلى أجسام يقوم بها غيرها. واضح هذا الأمر؟ طيب، الآن لو يعني جعلنا تقسيما وقلنا في الأعلى الجوهر يساوي المتحيز، الجوهر يساوي المتحيز، والجوهر نوعان، أو المتحيز نوعان، المتحيز نوعان، الجسم وهو مركب يعني مؤلف من أكثر من جوهر. طبعا الفلاسفة اختلفوا، منهم من قال جوهران فصاعدا، ومنهم من قال أربع جواهر إذا كان أقل ما يكون جسما، ومنهم من قال ست جواهر، إذا اجتمع من ست جواهر فيكون جسما وإلا فلا يكون. الشاهد من كلام أن المتحيز عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى جسم وهو المؤلف من الجوهرين فردين فأكثر، والثاني اللي هو إيش؟ الفرد، الجوهر الفرد، وهو الذي البسيط، يعني البسيط عندنا المركب اللي هو الجسم، والبسيط اللي هو إيش؟ الجوهر الفرد. هذا الجوهر الفرد هو الذي يتكون منه الجسم، أصغر جزء في هذا الجسم يتكون منه الجسم هو عندهم إيش؟ الجوهر الفرد. يعني بالمناسبة كان الكلام بالنسبة للفلاسفة في آخر الكلام أنه كان قبل ذلك، يعني أنه الذرة هي أصغر شيء، وبالتالي فقالوا الذرة هي الجوهر الفرد.
بعد ذلك طبعا اكتشف العلم أن الذرة لها نواة ولها مدار ولها قشرة وكذا، فقال نواة الذرة هي إيش؟ أصغر شيء. والآن العلم يتجدد بأن هذه الأشياء أيضا تنقسم. الشاهد من كلام أنه كلام لا شك أنه باطل، ولم يطلعوا على شيء من ذلك حتى يعني يحكموا عليه بهذا. فهم يقولون أصغر شيء هذا هو الصغير هذا، إذا اجتمع منه اثنان يصبح جسما. فسؤالنا أي هذه الأشياء هي التي إذا اجتمع منها اثنان يكون جسما؟ هل هو نواة الذرة ولا الذرة ولا شيء أكبر من الذرة؟ كلام باطل، كلام باطل. الآن حتى يكون هذا الشيء يعني العلم في نظرهم أو في كلامهم، وهؤلاء طبعا بهذا الشكل يذمون يتكلمون على من؟ على الأشاعرة والماتريدية وكل من أثبت العلم، فهم مجسمة عندهم. واضح هذا الأمر؟ العلم يقولون هو عرض، والسمع عرض، والبصر إلى آخره، وهذه الأعراض تحتاج إلى إيش حتى تقوم؟ إلى أجسام. والجسم متحيز، والجسم مركب من جواهر فردة، والجوهر الفرد لا يقوم به شيء لأنه ما هو بجسم. واضح الأمر؟ طيب، إذن فكل من قال بأن الله له علم فهو مجسم. لماذا؟ لأن العلم عرض، والعرض لا يقوم إلا به بجسم، وهذا وصف الله عز وجل بأنه مركب. واضح سلسلة المقدمات حتى وصلوا إلى القول بأننا مجسمة. إذا أثبتنا العلم فنحن مجسمة بهذه السلسلة من الاختيارات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هم قالوا الذي يقول بهذا مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. الجوهر متحيز وغير متحيز، غير المتحيز اللي هو الفرد، والمتحيز اللي هو إيش؟ المركب. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، حتى الجوهر الفرد يكون متحيزا حتى لو لم يكن في الجسم كذلك. يعني المتحيز نوعان، احنا قلنا في البداية قلنا المتحيز نوعان، جوهر فرد أو مركب من جواهر فرد اللي هو الجزء الجسم. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. وطبعا هذا الكلام سفسطة، من الذي يقول بأن الأجسام متماثلة؟ إن المرأة تلد الأخوين التوأمين يكونان يشبه أحدهما الآخر تماما، لكنهما ليس متماثلين من كل وجه، وهذا من أعظم ما يكون بين البشر من التماثل وبين الأشياء متماثلة. ولا يكونان متماثلين من كل وجه، كل واحد يخصه شيء، ولا يمكن أن يكون شيئا واحدا. بالتالي فتصور أنه يكون بين البشر الأبيض والأسود والطويل والقصير والسمين والضعيف والرفيع وهكذا، ها فكيف لما يكون بين البشر وبين بقية الأحياء، بين الحي وبين جماد، بين الإنسان وبين كوكب؟ يعني فرق كبير جدا. كيف يقال هذا مثل هذا لأنه إيش؟ لأن هذا وهذا مركب. هذا كلام سفسطة. فكيف إذا كان ما بين المخلوق والمخلوق من الفرق بمثل هذا الفرق؟ نقول بين الكون كله وبين الذرة فرق، لأن هذا مخلوق، هذا جسم وهذا جسم، مش الذرة قلنا مركبة؟ طيب الذرة مركب والمجرة مركب، هل الذرة مماثلة للمجرة؟ لو واحد قال أعطيني شيئين ليس متماثلين، مين يعطيني شيئين غير متماثلين بناء على رأي على هذا الرأي؟ أي شيء ليس متماثلين؟ سؤالي أعطيني شيئين ليس متماثلين، كيف أي شيء؟ ما في شيء، كل شيء مثل الشيء الآخر على هذا الكلام، حتى ما في فرق بين المشبه. الآن هم يقولون هناك أشياء قد تكون متواطئة وأشياء كلها متماثلة، العلم والسمع والبصر واليد والرجل كل هذا شيء واحد. يعني إذا كان المجرة والذرة متماثلتين فالتوأمان شيء واحد ليس شيئين، ولا لا؟ هذا عقل هذا؟ ويقولون أصحاب عقول والذكاء يعني واضح هذا الكلام أنه يعني كلام فيه ضلال وفيه معاندة، يعني الذي يدعوهم إلى ذلك هو المعاندة. ومن حكى عن الناس المقالات، قال رحمه الله تعالى: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه،
والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني عند المناظرة يأتيك المناظر يقول أنت جاهل، أنت ما يفهمك في هذا الموضوع، أو يقول لك أنت بهذا مجسم، يعني من باب التنفير عن هذا الاعتقاد. عندما يفقد أدوات المناظرة الموضوعية ينتقل إلى العنف، إلى استعمال الأساليب الخسيسة. هذا من الظلم في المناظرة. حتى الاحتجاج بالدليل المعين من النص، من الكتاب والسنة، مع أنه يعلم أن هذا ليس دليلا في الموضوع ليطول النقاش، هذا يعتبر أيضا من الظلم في المناظرة. أنت الآن إذا علمت أن هذا الدليل المعين ليس دليلا، إما لعدم ظهور معناه في ذلك، وإما لعدم صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ما يجوز لك أن تحتج به. وهذا نلتزمه نحن في أنفسنا معاشر أهل السنة، ولا يحل لأحد أن يحتج مثل هذا، وهذا من الظلم والعدوان الذي حرمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. هذه الأقسام الستة، إذا أخونا حسان يقرب، هذه الأقسام الستة هي الأقسام، هي ثلاثة في اثنين، ثلاثة أقسام في قسمين، قسم مثبتة وهؤلاء وحدهم هم الذين يثبتون، وقسمان لا يثبتون. الذي يقول أنفي لا يثبت، الذي يقول أنفي الصفات يعني لا يثبت، والذي يقول ليس عندي دليل على الإثبات ولا النفي لا يثبت. يعني الذي يقول أنا لا أثبت المعاد ولا أنفيه، هل هو من المثبت المعاد؟ لا. وكذلك الذي يقول أنا لا أنفي الصفات ولا أثبتها، هل هو من مثبتة الصفات؟ إذن هذه ستة أصناف. صنف من، خلاص يا شيخ حسان؟ طيب، صنف منها مثبتة. وطبعا هذه الورقة مطلوب من الجميع توزع إن شاء الله تعالى. الأصناف كالتالي، ولا نقرأ وبعدين نتكلم عليها؟ لا، نفصلها ثم نقرأ، لأن لما تقرأ وأنت واضح الأمور لك سهلة إن شاء الله تعالى. المثبتة نوعان: أثبت وزاد على الإثبات ما لا يجوز، يعني أثبت الأصل وزاد عليه. هل قال بالحق؟ هل وصف الله بما يستحق؟ لا. لا، هؤلاء هم الإيش؟ المشبهة، والذين نسميهم شيخ الإسلام تيمية ممثلة من أجل موافقة النصوص، ونحن نقول مشبهة من باب إيش؟ من باب الكلام بكلام القوم، وإلا أنتم تفهمون مقصود من كلامنا التشبيه المجرد ليس هو المذموم، إن المذموم إيش؟ التشبيه الذي يؤدي إلى مخالفة النصوص، وهو الذي يثبت ما لا يجوز إثباته لله عز وجل. أما كلمة التشبيه فهي فيها نوع من الإجمال، فيها نوع من الإجمال، لسنا مشبهة ولا مجسمة ولا إلى آخره كما يقولون. والمشبهة هو الصنف الذي عندنا الذي يثبت ما جاء في القرآن والسنة على وجه يزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، بمعنى نقول يد ثم يصف اليد بما لا يصفه الله عز وجل حتى يقول يد كأيدينا وهكذا. الثاني السلفية، الذين هم إيش؟ لا يمثلون ولا يعطلون. المثبتة، المثبتة إيش يعني المثبتة؟ يعني الله عز وجل قال في كتابه: وجاء ربك، يثبتون إيش؟ المجيء. وقال: ويبقى وجه ربك، يثبتون الوجه. ويقول: الرحمن العرش استوى، يثبتون الاستواء. ويقول: بل يداه مسطتان، يثبت اليد. يقول: سميع بصير، يثبتون السمع والبصر، وهكذا. طيب، الثانية النفات، يعني الذي يجزم بالنفي، وهم صنفان، الصنفان اللذان يجزمان بالنفي أو يجزمان بالنفي غالبا، هم معطلة الصفات. ومعطلة الصفات نوعان، معطلة الصفات نوعان، نوع ينفي الصفات، هذا بالنسبة للتعامل مع الصفات، وبالنسبة للتعامل مع النصوص ماذا يفعل؟ يؤولها، يعني يحرفها. يقول: الاستواء معناه الاستيلاء، واليد معناها القوة أو القدرة أو النعمة وهكذا. فهؤلاء نفوا الصفة وعينوا معنى غير المعنى الذي أراده الله، غير الظاهر يعني. انتهينا من هذول؟ طيب، النوع الثاني المفوضة. المفوضة أخواننا نفات، المفوض
يعني الأشعري قد يكون مفوضا وقد يكون إيش مؤولا، ولكن الجملة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني إن في المعنى الظاهر منها، ثم إذا وجدت مساغا لاختيار معنى آخر أول، قل استولى بدل استوى. أما إذا لم تجد مساغا، النصوص قوية جدا في هذا المعنى، قل والله وصلت إلى درجة لا أستطيع أن أجد تأويلا، فأنا أكل معناه الله، لكن هذا المعنى الظاهر غير مقصود من النص، فهو ينفي المعنى الظاهر اتفاقا، ثم يختلف في التعامل مع النص، هل أؤوله أم أكل معناه إلى الله. فهذه صفة ليش المفوضة. الثالث المتوقفة أو الواقفة أو الواقفية، وهم أيضا صنفان. صنف أول يقولون نحن نتوقف في الصفات، ثم بعد ذلك نجيز أنه يمكن أن يكون اللفظ مقصود، يعني ظاهر اللفظ مقصود وقد لا يكون مقصودا، وهذا النوع إيش قلنا فيه؟ هذا لا ما هو هذا الواقفة وقفية، قالوا يعني يجوز أن يكون مقصود ويجوز أن يكون لا يكون مقصود، هل مثبت هذا ولا لا؟ هذا مثبت؟ غير مثبت. هذا غير مثبت وخلاص يكفي. لو قال واحد مثلا أنا والله أجيز أن يكون هناك يوم آخر وأجيز أن لا يكون يوم آخر، مؤمن باليوم الآخر؟ غير مثبت. يعني مثل واحد قال أنا مؤمن بالله عز وجل أن يمكن يكون موجود ويمكن يكون مش موجود، ها؟ مؤمن بالله هذا؟ ها إذا واقفة مثل النفاة تماما لا فرق. وصنف آخر ممسكون ومعرضون، داير ظهره للنص بيقول أنا ما لن أنظر فيه، أمر لا يهمني والشأن ليس شأني وانتهينا. واضح؟ خلاص انتبه، واضح الآن؟ إذن مثبتة إما مثبتة على حق أو غلات. اثنين نفات، إما مع التأويل وإما ميش تفويض. مع التفويض. ثلاثة واقفية، إما مع التجويز اللي سميته من مجوزة، وإما مع الإعراض، وإما مع الإعراض والإمساك والصد وغير ذلك. هذه الثلاث أصناف أظن إن شاء الله سهلة، وهذه لابد من إدخالها في الاختبار. قال رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. نلحظ كلمة كل قسم عليه طائفة من، يعني هؤلاء النفاة من إيش؟ من أهل القبلة. إحنا ما أدخلنا فيها الفلاسفة اللي بيتكلموا عن قضية أنه لابد يكون ما النفس البسيطة وما، إحنا كلامنا فقط عن إيش؟ عن أهل القبلة. نعم. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات. ظاهر اسمي، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. نعم، يعني إحنا نقول لما نقول في حق العبد، يعني كلام ليس عن الله ولا عن صفاته، حتى تنتبهوا لهذا. الشيخ الإسلام تيمية لا يقول بأن هذه بالنسبة لله أعراض وأجسام وكذا، لكن هو يقول هذه المعاني بالنسبة للإنسان، العلم والقدرة والسمع والبصر وكذا، هذا بالنسبة للإنسان في حق الإنسان أعراض، الوجه واليدان والقدمان بالنسبة للإنسان في حق الإنسان أجسام، وهذه الأجسام بالنسبة للإنسان يجوز عليه إيش؟ الانقسام والانفصال والتجزؤ ولا لا؟ لكن في حق الله يجوز عليه هذا؟ لا يجوز، لأنه صمد سبحانه وتعالى، فلا نسميها في حق الله أعراضا ولا نقول هي في حق الله أجسام، وإنما نقول بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. يعني هذا عند من؟ يعني إذا كانت هذه الأشياء بالنسبة للإنسان أعراضا وأجساما، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما، يعني حتى عند من يقول، يعني أنت تقول إن هذه التي هي بالنسبة للإنسان. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، يعني من؟ يعني يدخل في ذلك الأشاعرة، يعني الذين ليسوا من أهل الإثبات للوجه واليدين كذا. فإذا جاز عندكم أن يكون العلم والسمع والبصر الذي ادعى المعتزلة والجهمية عليكم بأن هذه أعراض جعلتكم مجسمة، فقلتم ليست أعراضا، فإذا كانت هذه الأشياء يجوز أن لا تكون أعراضا ولا تحتاج إلى أن تقوم بأجسام، فقولوا إن الوجه واليد والقدم ليست أجساما. واضح؟ تذكرون الطريقة اللي شيخ الإسلام تيمية أثبت بها هذا الأمر؟ إيش هي؟ القول في البعض كالقول في إيش؟ في الباقي. أي نعم، يعني كلام في هذا، يعني هناك أصلاً الشيخ الإسلام ذكر في هذا، يعني واحد منها القول في بعض الصفات كالقول في الباقي، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات. هذا يعني، وتلحظ إحنا نأخذ الآن في الحموية كثير من الأشياء يبنيها الشيخ الإسلام هي قواعد مستقرة، لما وصل إلى التدمرية ثبت القواعد وذكر إيش تفاصيل هذه القواعد، وإلا هو دائما يستعمل هذه القواعد. يعني ربما مررنا بكل قواعد التدمرية لكن غير مدققة ومحققة ومفصلة في هذا. طيب، وشيخ الإسلام تبي لما أثبت هذه الأشياء، وأهل السنة لما يثبتون هذه الأشياء يثبتونها ويقولون من غير تمثيل، يستدلون بالقرآن ومن غير تشبيه وهكذا، صحيح ولا لا؟ لما يأتي واحد من المبطلين ويقول هؤلاء يثبت لله الوجه مثل وجوه المخلوقين فهو إيش؟ مشبه وممثل. لما قال الله تعالى فويل للمصلين، لو جاء واحد استدل بهذه الآية وقال هذا توعد من الله بالمصلين، إيش يا شباب؟ لو قال واحد الله عز وجل توعد المصلين ما أريد أن أصلي، ليش ما بدك تصلي؟ قال لأن الله تعالى توعد المصلين في كتابه، فقال فويل للمصلين. إيش تقول له هذا كلام محق ولا مبطل؟ مبطل. هو استدل من القرآن، استدل قال فويل للمصلين، هذه حق ولا باطل هذه الآية؟ حق. الآية كاملة حق، واضح؟ أما إذا قسمتها فهذا ليس كلام الله، الله عز وجل ما قال هكذا، الله لم يقل فويل للمصلين وترك الباقي، وإنما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن استدل بقطعة من الآية وبتر فهذا الكلام المبتور ليس كلام الله هكذا على هذا الشكل، واضح؟ وإنما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن استدل بالأول نقول له ما استدللت بطريقة صحيحة، وإنما بترت كلام الله، هذا من أشد الأشياء جرما أن تبتر كلام الله عند الاستدلال به. وهذا استعمل القرآن ولا لا في الاستدلال؟ استعمل القرآن، وهو إيش؟ مبطل ولا محق؟ مبطل. وكذلك الكلام في بقية الأمور بالنصوص وفي كذا، لو جاء واحد وقال يعني مثلا وهو معكم أينما كنتم وقف، ها؟ أو مثلا جاء في موضع آخر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ووقف، لم يصل لآخر الآية حتى يتتم بمعنى على المعنى التام. يعني مر معنا نحن بعض النصوص مثل إيش؟ مثل عبدي ولا ما مر؟ جعت فلم تطعمني، مر معنا ولا لا؟ ما مر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لو واحد مر بهذه النصوص ووقف عندها وما أتمها يعتبر بتر ولا لا؟ لذلك نحن نقول ما يسمى بالظاهر التركيبي، يعني الكلمة كاملة تركيبة الكلام وليس إيش النص المجتزأ. نعم، يقول هنا رحمه الله تعالى أنه إذا أجزتم أن يكون يمكن أن يكون علم وسمع وبصر ليست أعراضا وخالفتم بذلك الفلاسفة، أمكنكم أن تخالفوا الفلاسفة في هذا فخالفوهم في البقية، أئمتكم خالفوهم. نعم. قال رحمه الله
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. يعني كما نقول هنا إلى الصفة الأصل الثاني، ليش القول في الصفات كالقول في الذات؟ إذا أثبتت ذاتا من غير أن تكون جسما وليست مماثل للمخلوقين فقل ذلك في الصفات. نعم. قال: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. واضح هذا. قلنا عند الإضافة والتقييد والوصف يختلف الوصف، فمن قطع فهو كمن قال فويل للمصلين. نعم. قال: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم. يعني شيخ الإسلام الآن سينتقل إلى كما في التدمرية، قال فصلان وذكر الفصلين ومثلان مضروبان، وضرب مثلا بالجنة ومثلا بيش؟ روح. بالروح، وهذا الذي سيفعله هنا أيضا لكن بشكل مختصر وربما يكون أسهل يعني بقليل. نعم. قال: وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ طيب، الآن لو أن إنسانا لا يفهم معنى الأنهار التي في الجنة والأشجار والطير وغير ذلك، وخوطب بهذا وقيل له إن هذه من الأشياء التي وعدك الله بها، ماذا سيقول لنا؟ هل سيستفيد؟ هل سيرغبه ذلك في الجنة؟ لا. ولا لابد من إيضاح هذه القضايا له كذا؟ كيف يمكن أن نوضح له هذا النعيم وهذا الوعد الباعث على العمل وهو لا يفهم هذه الكلمات؟ إذن لابد من إفهامه بذلك. أفهمناه وقلنا له معنى كذا، مثلا الأنهار، وأنهار من خمر لم يتغير طعمه، عفوا ايش الآية فيها؟ أنهار من خمر لذة للشاربين، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. الآن لو واحد قال لهذا الرجل: هذه أنهار، لكن كلمة خمر ما مرت عليه في حياته، وكلمة لبن ما مرت عليه في حياته، وكلمة عسل ما مرت عليه في حياته، وقال هذه أنهار من كذا وكذا وكذا، أسماء غير الأسماء التي اعتادها، واضح هذا الأمر؟ فماذا سيقول؟ سيقول: هذا واضح أنها أشربة، لكن إيش هي الأشربة ما ندري. طيب، الآن عرف أن هذه الأشربة عبارة عن إيش؟ عبارة عن عسل وخمر ولبن وماء، فاهمين؟ لكن الماء في الدنيا متساوي؟ يعني أنت إذا كان كأسان من ماء قال لك: إما أن تشرب هذا وإما أن تشرب هذا، واحد منها زمزم واحد منها ماء غير منقى، قال لك: هذا جئنا به من إحدى الغدران، عارفين الغدران المناطق اللي تكون محفورة ولما يأتي المطر تنزل فيها، فيأتي أخذ كأسا من هذه الحفيرة، قل لك: هذه من حفيرة الماء، هذا ماء وهذا ماء، أيهما ستختار؟ كم الفرق بينهما؟
كبير ولا لا؟ كبير. الآن سيقول لك هذا الرجل أنه يبدو أن الماء الموجود في الجنة هذا يعني ماء مميز جدا، لأن الدنيا فيها ماء مميز، واضح؟ ويمكن بعض المياه ما يشربها إلا أناس مثلا مخصوصون وكذا، فكيف سيكون ماء الجنة؟ واضح هذا الأمر. طيب، وعندما يذكر لك هذا كله وبعدين يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا خطر على قلب بشر، ويقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. خلاص نفهم من هنا الأشربة، لكن هذه الأشربة غير الذي نعرفه، شيء آخر. نتصور أن العسل هو شيء مشروب وحلو وصافي إلى آخره، ونعرف أن اللبن أبيض، ونعرف أن الماء يعني يكون باردا من خصائصه البرودة إلى آخره، لكن في النهاية نعرف بالضبط كيفية هذه الأشياء؟ لا نعرف، والنص دل على ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا يمكن هذا، ولا خطر على قلب بشر، لكن نعرف معانيها ولا لا؟ كيف عرفنا معانيها؟ لأنه يوجد أشياء مسميات لها نفس الأسماء، هذه المسميات لها نفس الأسماء، بينها وبين ذلك الشيء قدر مشترك، وهذا القدر المشترك هو القدر الذي إيش؟ الذي يفهم به كلام المتكلم. واضح هذا الأمر؟ طيب هذا بالنسبة للجنة. نعم. قال رحمه الله: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. نعم، هنا شيخ الإسلام احتج عليهم أيضا بمثال الروح، قال: هذه الروح أنتم لا يمكنكم أن تعرفوا كنهها، وكونكم لم تعرفوا كنهها لا يعني أنها غير موجودة، ولا يعني أنها لا تحل هذا البدن، كونكم لم تعرفوا كنهها لا يعني أن ليس لها كيفية، لها كيفية لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واضح هذا الأمر. وكونكم لا تعلمون كيفية الروح هذا لا ينفي أنها موصوفة، وإذا وصفناها هل سنعلم كيفيتها؟ يعني إذا وصفنا الروح بأنها تصعد وأنها تنزل وأنها تخرج من الجسد وأنها تحل في الجسد وأنها تكون منعمة ومعذبة إلى آخره، هذه الصفات هل نعلم كيفيتها؟ لا. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية الروح نفسها، يعني الروح نحن لا نعلم كيفيتها، هذه الروح تحل فيها أعراض، واضح على كلامهم التفريق بين الجسم والعرض، تحل فيها أعراض وهي العلو والنزول والسفل والكذا، وتكون خبيثة وتكون طيب، هكذا موصوفة في الكتاب والسنة، واضح هذا الأمر؟ فإذا كانت كذلك وهي أقرب شيء إلينا، الروح بين جنبيك ولا تستطيع أن تكيفها، فكيف تطالبني أنني إذا أثبت لله صفة أني أكيفه؟ واضح هذا الأمر؟ إذن عدم العلم بالروح ليس دليلا على عدم أنها موجودة ولا على أنها غير موصوفة. هنا الموضع هذا فيه سقط من الطبعة التي بين أيدينا طبعا، ولا طبعة ابن القاسم هي أجود منها من هذا الحيثية، فتقرأ السقط الآن. قال رحمه الله: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، يعني مش هي مش جزء من أجزاء البدن بحيث يمكن فصلها عن البدن، بل هي شيء مستقل معين بذاته، يحل هذا الجسد ويخرج من هذا الجسد وينعم منفصلا، وينعم تبعا للبدن في الدنيا، وينعم أصالة في القبر، وينعم البدن تبعا له، ثم ينعم مع البدن نعيما تاما، أو العكس بالنسبة للعذاب. نعم. قال: أو صفة من صفات البدن والحياة
وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة. يمكن يكون أنها مختلفة الصفات مثلا أو نحو ذلك. نعم، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ يعني هذا مكمل للمثل المضروب الذي ذكرنا في الفتوى أو في التدمرية التي يعني ذكرنا فيما سبق. يعني المقصود من كلام عدم مماثلة الروح للبدن لم يمنع أنها موصوفة بصفات يتصف بها البدن. البدن يتصف بأنه يصعد وينزل ويأتي ويذهب ويمرض إلى آخره، كذلك الروح توصف بمثل هذه الأمور. إذا أخونا يعني ولا طالما أننا تأخرنا في الأذان، تؤذن وتقيم مرة واحدة إن شاء الله، خلاص إذا نتم قليلا ثم يكون الأذان بعد نعم. قال رحمه الله: أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذي إذا كان عندنا قسمان مثبتة، أحدهما ممثل والآخر سلفي مثبت. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. يعني أنا أفضل أنها لو قلنا ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى، بدل صفة الله يعني احذفوا الألف. واضح الكلام إن شاء الله تعالى، أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الذين كلاهما ينفي، يعني القسمان كلاهما ينفي الصفة عن الله عز وجل، ويقولون كل هذا الذي جاء في القرآن في الحقيقة ليس له مدلول بالنسبة يعني الصفات الله عز وجل، كلها لا تدل على ذلك. نعم، لكنهم يختلفون في ذلك. الذين يتأولون والذين لا يتأولون يختلفون فيما يتكلم فيما يعني فيما يجوز أن يثبت لله. يعني منهم من يثبت بعض الصفات، يعني لا يثبت كل الصفات، هذول النفاة. منهم من ينفي كل الصفات، بل كل الصفات والأسماء مثل الجهمية، ومنهم من ينفي بعض الصفات ويثبت بعضها مثل إيش الأشاعرة والماتريدية، ومنهم من يثبت الأحوال. والأحوال هذه كما قال بعض المحققين المتكلمين محالات العقول ثلاثة: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. هذه الأحوال قال لك هي نسبة بين الموصوف وصفته، ليس هو الموصوف وليس هو الصفة، وهي نسبة بين الوجود والعدم، يعني لا يقال موجود ولا معدوم، ونسبة بين إلى آخره. فهذا الكلام في النهاية طبعا أكثر، يعني هناك أكثر من تعريف لها، حتى قال بعضهم إنه ليس لها حد يعرف. هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. يعني هذا يتأول، هذا مثال يتأول الاستواء. طبعا كل صفة لها تأويلاتها. نعم. هذا قسم إيش؟ أي قسم هذا؟ مفوض للمؤول؟ نعم. قال: وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. إذن هم إيش؟ نفات، ولكنهم مفوضة، ولكنهم قلنا الله أعلم إيش المقصود من هذه الآية. من الذي يدعون أنه يقول بهذا القول؟ سلف. يدعون أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ما تكلموا في هذا، وأنهم مفوضة. طبعا حاشاهم من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. إيش قلنا الفقهاء؟ قلنا الفقهاء هم أتباع الأئمة في الفقه فقط، لكن في الاعتقاد ليسوا أتباع الله. نعم. قال: وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. لا يمكن أن يخرج الرجل، فيه تقديم وتأخير الكلام، لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. يعني هذه الستة أقسام تحصر، يعني ما واحد يقول لي أي واحد من المسلمين يتكلم في الأسماء والصفات نقول له أنت واحد من هؤلاء الستة، ما في قسم يخرج عن هؤلاء الأقسام الستة. إذا قسم مثبتة إما مصيب وإما مغالي، وقسم نافي إما مؤول وإما ساكت مفوض يعني لا يعلم، وقسم ثالث وهم الواقفة، وهم الذين إما أن يجوزوا هذا وهذا، وإما أنه لا ينظر في الأمر أصلا ويقول لك ما لي علاقة في هذا الموضوع كله فلا تدخلني في هذا الموضوع. هؤلاء الأقسام الثلاثة. والصواب في كثير من، قال رحمه الله، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام، وذكر بعد ذلك قضايا سلوكية تتعلق يعني بطلب الحق وإرادته والرغبة فيه إلى آخره. لكن هنا ذكر أن كثيرا من الأسماء والصفات الواقع أن الطريقة ثابتة فيها وإثباته. ليش قال كثير؟ لأن بعض هذه الأشياء قد يغلب على الإنسان الظن بأنها ثابتة والمعنى الصحيح، لكن أحيانا يقع في النفس نوع من احتمال. يعني ليس سواء العلماء ليسوا مثل طلبة العلم، طلبة العلم ليسوا مثل عامة الناس، لكن المؤمن يقع في نفسه إثبات هذه الصفات على وجه الغلبة، وثم تتفاوت القدرات على إثبات هذه الصفات. لكن من نور الله قلبه وهو يطلب هذا النور، وكما قال سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب، يعني إذا كان الإنسان يريد الخير يريد الحق الله عز وجل ينور قلبه إن شاء الله تعالى. على كل حال، ما يحصل من التردد في قلب المؤمن في قضية ما لا يغلب عليه أو يغلب عليه الظن كذا ليس شكا، وإنما هو وجود احتمال، ولكن هذا الاحتمال يزول عندما يعمل الإنسان بماذا؟ بالظاهر. أنت الواجب عليك أن تعمل بالظاهر، ويستمر الإنسان في التعلم حتى يتم بعد التردد عنده العلم بوجود هذا الوصف أو غيره. وقبل أن نقيم على وجه السرعة أسأل بعض الأسئلة في هذا الموضوع، وأرجو من إخواني أن يعني نستجيب مباشرة، لا نريد أن نتأخر، ونتم بقية صفحات قليلة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. السؤال بعد الصلاة، أيضا هناك إعلان عن أمور مهمة بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تعالى. المقصود أين الصواب أين الخطأ فيما سنسأل؟ الأول، هذه النصوص ظاهرها إثبات الصفات، صحيح ولا خطأ؟ نصوص الصفات صحيح ولا خطأ؟ طيب، إثبات الصفات تشبيه للخالق المخلوق؟ غلط. طيب، تشبيهه بالمخلوق صواب ولا خطأ؟ خطأ. تشبيه الخالق المخلوق ليس على إطلاق. طيب، على اصطلاحاتهم خطأ. جعل هذه النصوص مماثلة للمخلوق خطأ. الصفات. طيب، ظاهر النصوص غير مراد. خطأ. غير مراد، لأن كلمة لو قلنا إنها تشبه المخلوق أو تماثل المخلوق فسيكون ظاهرها غير مراد، وهذه مصيبة. واضح؟ إذن خطأ مركب من عدة مقدمات. طيب، من يقول هذا الظاهر الذي هو مخالف الذي هو فيه تشبيه المخلوق يقول هذا الظاهر مراد، محق ولا مبطل؟ يقول التشبيه الخالق بالمخلوق موجود في القرآن وظاهر القرآن، هذا محق ولا مبطل؟ مبطل. طيب، مبطل. إذا قال واحد هو مراد أيضا مبطل، لا ظاهر القرآن فيه التشبيه، لأن هذا سؤال وهذا سؤال. انتبه معي، الذي يقول إن ظاهر القرآن فيه تشبيه للخالق المخلوق سؤال، والسؤال الثاني هل ظاهر القرآن هذا مراد ولا غير مراد سؤال آخر. واضح الفرق بين السؤالين؟ ما تخلط عند الاختبار، هناك فرق. هل ظاهر النصوص يدل على التشبيه؟ لا. هل هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ قلت لك ليش عاد السؤال؟ لا، هذا سؤال آخر. واضح؟ فأجب على كل سؤال بحسبه. طيب، ظاهرها مراد وغير دال على التشبيه
إلا بما على التشبيه بل بما يليق بالله دون المخلوق. صحيح. طيب لا تدل على شيء. خطأ. قول مين؟ قول المفوضة والواقفة. أما المؤولة فعندهم تدل على شيء غير الظاهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.